لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارطاجي اللايف الله يعيشك خويا، هم عندك بارطاجي بارطاجي بيت طلعوا خالتي ناس خويا، بارطاج خالتي الله يعيشكم بارطاج. وعليكم السلام ورحمة الله خويا بنواني، واش راك لاباس؟ بارطاجونا الله يرحم والديكم، بارطاجونا الله. كاين واحد ماشي مطول، على كل حال كاين امور هكا فيما يخص خاوتنا اللي راهم في السجن للاسف، للاسف للعرب عار على مسؤولي الدوله الجزائريه كامل. أبارطاجونا الله يرحم والديكم مثل سلام صحة صديقي صباح. بارطاجو باش يطلع، بارطاجو خاوتي بنيسه الله يعيشك، بارطاجي خويا رشيد، بارطاجي خويا رشيد، انت الدعم تاعي، انت الدعم، القوة الضاربة، انت يعني كيما القوة الضاربة اللي دخل ولادها للحبس. سلام بون، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بون خاوتنا، التدخل هذا راح يكون مدة قصيرة في ما يخص الإخوة المسجونين على مستوى الحراش، وكذلك على مستوى سجن البليدة الشفا. بون، كاين البارح رانا شفنا في بعض الصفحات انه جماعة بليدة شارع ويتو، بون هذا الشيء ما كاش منه. بون الإخوة كملوا التحقيق يوم الأسبوع الماضي، كملوا التحقيق، كانوا باقيين هذوك ال11 كملوا التحقيق. بالأمس ان جروب سنية على الأقوال تاعو، غدو إن شاء الله بربي كاين نوتر جروب يسني على الأقوال تاعو. بون هذه تاع البليدة طبعا، تاع السجن تاع الحراش محكمة الأربعاء. بون بعد هذا راح السيرورة راح تكون على مستوى غرفة الاتهام للنظر، إعادة النظر في التهم وإعادة تكييف التهم إن شاء الله. إحنا نتمنى وإن شاء الله يا ربي حسب وش راه كاين دون التيران، نتمنى إن شاء الله بربي رايحين يكونوا تكون التهم كجنحة، يشرعوا عليها كجنحة. بون البرمجه تاعها يفوتوا غرفه الاتهام لإعادة تكييف القضيه، ومن بعد باذن الله العلي العظيم تم برمجه المحاكمه. وان شاء الله يا ربي احنا عندنا امل كبير، عندنا ثقه مالغري واش راه صاري، ولكن عندنا ثقه كبيره في العداله الجزائريه. ما بين قوسين عندنا ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية، وإن شاء الله يا ربي يخرجوا الأولاد تاعهم. البارح قلت لكم سمعنا دي ريمار، فشفنا بعض الصفحات في الفيسبوك تخرج في كما يقول أحكام للأسف الشديد. أسكو هما متمنيين هذوك الأحكام أم باغيينها أم ماذا؟ الصفحات علاش علاش علاش؟ والله العلي العظيم الصوت وش به خويا اللي ماهوش يسمع يقول لي الصوت، ماذا بكم تاكدون على الصوت؟ بون قلنا بلي يا ودي البارح خرجوا بعض الصفحات ما نتفكرش، من قال لك عمار كذا وجماعه كذا. عمار مازال ما شارعش به بالاخوان، كاين 38 متهم على مستوى محكمه الاربعاء رايحين يشارعوا
كاين 37 متواجده على مستوى السجن شفا بالبليده، وكاين متهم اخر اللي هو بولسنان الهادي، هذاك راه شارع على برا. الغرض من الدعايات واش هو؟ جو سي با، جو سي با، مانيش عارف. وخاوتنا مازالوا ما شارعوش، يشارعوا ان شاء الله بربي ويروحوا لولادهم، باسكو ما داروش، ما باعوش الزطله، ما باعوش ليريكا، ما خانوش الدوله الجزائريه، مانيش عارف انايا. ما هادو ولاد الجزائر، هادو كاين راهم فما متواجدين على مستوى السجن البليده، ناس قدمت الاعضاء تاعها اون بيتي لهنايا، ماشي اون بيتي كويس، سبحان الله، مد رجلو كومبلي. كاين اخرين دي زون بيتي لهنايا، من بينهم مرهوني، من بينهم سليم ربيعي. بون، كي توصل انك طالب الحقوق تاعك ويدفعوك للسجن، وفي الجهة الأخرى، في الجهة الأخرى تصيب بعض المتقاعدي الجيش، للأسف 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 الشديد، متقاعدي الجيش والله العظيم دي مطار، كما كانوا في، كانوا كاينين لي مطار كاع لي كازيرن كانوا فيهم لي مطار، فهمتني، مازالوا جابوا العقلية هذيك تاع مطار، خلي دار أمك، سبحان الله. هاد الناس اللي راك تهضر عليهم ودير عليهم دي ستاتي وتتمنى واحد الاحكام ديرهم، هذوك رجاله عليك وخرجوا باش يطالبوا بالحقوق تاعهم وتاوعك اون بليس، باسكو ماهوش داير لي نون تاعهم، قالوا دي زيدونا حنا فقط، لا ميطالبوا بالحقوق تاعك وتاعهم. للاسف راك في الشريحه تاع متقاعدي الجيش. بون الشريحه، انا قسما بالله العلي العظيم جي غيان كومبري، ما فهمتش، سبحان الله. يا اخي كريم، هذه بلادنا كاع نحبوها، كاع نبغوها، هذه بلادنا نحافظوا على الامن تاعها، هذه بلادنا ندافعوا عليها، ولكن ماشي نضربوا الشيطة، ما نضربوش الشيطة، عيب تضرب بالشيطة الاج دو 43 او بيان 45 ولا الاج دو 35، تضرب في الشيطة، تشكم في خاوتك، سمحوا لي على الكلمة هذه، استغفر الله العظيم، تبيع في خاوتك، علاه اخ كريم؟ علاه داروا هذوك الاحكام؟ نوكلوا عليهم الله تعالى، نوكلوا عليهم ربي سبحانه. نعود القضيه تاع اللي كانت في محكمه الابتدائيه في باينه، واصدر حكم ضدهم بعام سجن نافذ. بون كما يعلم الجميع، بون باش نهز، السلام عليكم، انا عاد نقول السلام عليكم، عندي انا الانترنت قوة، عندي قوة، مخلص قاوي، الانترنت مليحة. هاد السينيال اللي راكم ديروا فيه خاوتي، ديروا شوية لجام باش هاد السينيال ما ينفعش، باش هاد السينيال اللي يديروا فيه ما ينفعش، باسكو أنا عندي الانترنت قوية، عندي انترنت صح لهنا في الدار، فهمتني؟ كي قطعوا اللايف كيما هكا راهي باينة تاع واش، ديروا لجام باش نكملوا هذا. بون قلنا اللي يحكموا عليهم في المحكمة الابتدائية على مستوى محكمة باينان بعام سجن نافذ، هذوك طعنا في الحكم وكذلك طعنت النيابة. بون البارح بالأمس راهم فاتوا العدالة، شارعوا. بون حنا عندنا ثقة، نعاود نكرر، عندنا ثقة في العدالة الجزائرية، والمحامي تاعنا عندنا ثقة فيه، والحمد لله يا ربي. كان بالأمس كان أسد 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 في المرافعة، فريمون كان أسد، نقولوا بارك الله فيك. الحكم تاعهم يصدر يوم الاثنين القادم اللي تصادف ب 14 اوت، ان شاء الله يا ربي. احنا طلب المحامي تاعنا طلب البراءه التامه من التهم هذه، باسكو دابري واش حكى هو، واش حكى في المرافعه، واش حكى لي انا من قبليته، ما كانش كاينه تجمع على مستوى العاصمه، دونك كانوا صحت شهداء، بتاتخ كانوا يحوسوا، بتاتخ كانوا عندهم دي رونديفو ميديكال، مانيش عارف انا، باسكو استغفر الله، ل
الوقفة كانت على مستوى مدينة الأرباع ولاية البليدة، هما تحكموا على مستوى ولاية العاصمة ولاية الجزائر العاصمة، ما كان حتى بون. نعاود نرجع ونتمنى البراءة للجماعة إن شاء الله بربي، براءة هذه اللي أنني متمني هكا. الاثنين يبقى أسبوع إن شاء الله بربي يروحوا لولادهم. إحنا أنا نشكر الولائيين، وكذلك نشكر الجهويين اللي قاموا بدورهم على أحسن ما يكون، وفريمو كانوا رجالة، كانوا الله يبارك نذير شردود بنطاطا فيصل الخليلي، مع انه بعيد ولكن دي فوا يسقسي في التليفون. الصحراء اللي هنا رانا في الصيف سيقراب عليه، نقول له بارك الله فيك على مالغري راك بعيد بصح قمت بالدور تاعك. ان شاء الله باذن الله العلي العظيم يشارعوا جماعه مودوت هذا ويخرجوا لولادهم كامل في اوت هذا ان شاء الله باذن الله العلي الكريم. احنا رانا عندنا امل سات بليس ليسات ان شاء الله بربي. هذا خويا بون، واش نقول لكم خاوتي، ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي كان التدخل تاعي فيه افاده، ان شاء الله بربي ما كنتش جرحت بكلمات هاك ولا هاك، ان شاء الله بربي يخرجوا خاوتنا كما قالوا ما يخرج مصطفى ونديروا الدايداي ان شاء الله يا ربي. التنسيقيه لا تزول لان فيها رجال فريمو صح رجاله، بارك الله فيهم. كاين ناس فريمو مناضلين نقول لهم بارك الله فيكم، حتى انهم بعد يسقسوا بالتليفون على خاوتهم ميتو، وانا اي واحد يعيط لي والله غير نجاوبو ونفرح. نفرح كي نشوف مناضل عيط لي يسقسي على خاوته، والله لا نفرح من قلبي، صدقوني بربي لا نفرح. براء ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، عندي ميعاد مع الاخ تاعي وسمحوا لي، كان اللايف قصير وبارك الله.